يا ربي يا ربي أكيد قمر عايزاني أقوم أنام جنبها.
احنا في البيت كانت قمر تقوم بالليل تلف في الشقة كده، بس الخبط اللي على الباب والمسافة بين اوضتنا واوضتها ما تلحقش ترجع المعتز. ما تلحقش تروح في النوم؟ لا 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 لا، الخبط كان لسه شغال واحنا بنفتح الباب، كان لسه شغال. بقول لك انا هاخد العروسة دي احرقها وهجيب لها واحدة تانية شبهها. تحرق ايه؟ تحرق ايه؟ قمر حافظة كل عرايسها خيط خيط وعارفة ريحتهم كمان، ده ما كنتش بعرف اخد منها الرغيف غير بعد ما يعفن. معتز، هو انت في حد زارك في البيت ده؟ لا. امال في ايه بس يا ربي؟ انا قلت ربنا تاب علينا من المرار ده بعد ما سبت فيلتك الاولانية اللي كانت مليانة عفاريت. بقولك مش انت مركب كاميرات في البيت؟ طب قوم بينا نشوف قمر اللي جابت العروسه ولا هي جت اللهم احفظنا لوحدها. تصدقي ان الاوضه الوحيده اللي ما فيهاش كاميرا هي اوضه قمر؟ طب قوم بينا نشوف في بقيه البيت. الريسبشن ما فيهوش حاجة. قمر ما طلعتش من الأوضة. طب وبعدين؟ طب ما تبص فوق في أوضة النوم. يعني أنا هحط لي كاميرا في أوضة النوم يا سندس؟ في إيه؟ ما فيش كاميرات فوق. يعني إيه؟ إيه ده؟ الوحمة الغريبة دي يا معتز. وحمة إيه؟ ما عنديش وحمة أنا. لا عندك، دي شبه النجمة. يا بنتي انتي بقالك فترة متغيرة، حصل حاجة؟ لا مفيش. يعني النهاردة في الفرح واحنا راجعين في العربية كنتي قاعدة ساكتة ما بتتكلميش؟ لا أنا كويس عادي. لا مش كويسة مش عادي، انتي مخبية عني حاجة. اتكلمي يا جمانة، أنا أكتر واحد في الدنيا دي ممكن أحبك وأخاف عليكي. بابا هو انت قلقان ليه؟ انا كويسه بجد. طيب يا بنتي انا هجيبها لك من الاخر. اللي حصل لاخوكي معتز ده بمشاعر اب خلتني احس ان ممكن يحصل لك انت كمان. انا اخدت من الدنيا كتير، لما تقلب على وش التاني هتاخد برضه مني كتير. دايما كان عندي احساس ان اللي حصل لمعتز ده يقصدني انا. ايوه جماعه انا خايف عليكي، خايف عليكي زي ما انا خايف على معتز. ستيجما غريبة أوي، إيه اللي عمل فيك كده؟ معرفش. طيب اتفضل. ده مش وشم، ده وسم، يعني ختم معدني محفور عليه النجمة دي اتسخن لدرجة الاحمرار وانطبع بيه على كتفك، وساعتها يا إما كنت متخدر
او متكتف بعنف. بس الغريب ازاي ده حصل وانت ما تعرفش مين اللي عمله وعمله بالطريقه البدائيه دي؟ طيب المهم يا دكتور، الوشم او الوسم ده ممكن يطلع؟ ممكن، بس مش بالادويه ولا بالكريمات ولا حتى بالليزر. عمليه بلاستيك سيرجري، هنشيل حته الجلد اللي عليها الوسم ده وهنستبدلها برقعه جديده. ما تخافش، هناخدها من مكان مداري، طبعا في بنج وتخدير، بس ربنا يستر وما يكونش التليف اللي في الوسم ده واصل لعمق اكتر من اللي ظاهر لينا. بابا عارف اللي حصل، بس هو بيقول لي حاجه غريبه قوي. بيقول ان اللي بيحصل لمعتز ده يقصده هو. هو ازاي؟ وايه اللي ممكن يكون عامله علشان خاطر اللي بيحصل لي انا ومعتز ده يبقى قصده هو مش احنا؟ سليمان بيبي يتكلم زي اي اب قلقان على اولاده. هو اكيد يقصد ان اي حاجه بتحصل لك انت ومعتز بتاثر عليك يا اب. لا، بابا عارف كويس قوي كل كلمه بيقولها وقصدها. في سر ورا الكلام اللي هو بيقوله ده. وايه هو السر؟ فاكر الفيلم اللي انا قلت لك ان انا شفته قبل كده؟ وفاكر كمان ان انا قلت لك ان ده خيال. جمانة، انت بقيتي بتصدقي الميديا زيك زي جيلك كله، بتتعاملوا مع الميديا على ان هي دي الحقيقه. صابر، ممكن تخليك جنبي؟ سوري سوري اني قلت صابر من غير باشمهندس، بس هو ده احساسي بيك في الفتره دي. مش محتاجة تتأسفي على كلمة غير مقصودة. مين قال إنها مش مقصودة؟ اعتذارك. أنا مش قادرة أحدد مشاعري من ناحيتك. خوفي من الجنية وخوفي من كلام بابا، وإحساسي إن أنت الوحيد اللي ممكن تفهمني وتقف جنبي. أنا مش قادرة أحدد أنت إيه بالنسبة لي بالظبط. عن إذنك. الو. ايوه يا باشمهندس، انا مرادي. بركه انك بخير. بقول لك ايه يا باشمهندس، في راجل هنا بيقول ان هو عايزك ضروري ضروري ولازما في موضوع اسمه ورد طيبه حسن. ايوه بيقول عايز يكلمك دلوقت. اديهولي يا مرادي. حاضر، خد. ايوه يا باشمهندس، مرادي ما رضيتش تديني النمره. يا تجيني يا نجيلك. في عندي كلمتين متعلقه فيهم ارواح، ما بين الحياه والموت. انت حضرت روح ميت يا شمس. انا ما بحضرش ارواح يا ست الستات. انت بتصدقي في تحضير الارواح؟ الروح بيقبضها ملك الموت وتروح للي خلقها. بس انا شفته بعيني. ما انت طبيعي لازم تشوفيه، مفيش حد يعرفه غيرك. ده مات يا شمس. ما احنا كلنا بنشوف امواتنا في الاحلام، بنشوفهم كمان في أحلام اليقظة وإحنا صاحيين. بس أنت قلت هاتوه، ثبتوا صورته من ذرات التراب، حركوه، ابعثوا فيه الحياة. وأنت بتحفظ الكلام اللي أنا بقوله يا جرمين؟ بتحفظيه بس ما أنتش فاهماه.
ما انتش فاهمة السر المصون والكنز المكنون. أي كلمة غلط هتغير المعنى وينقلب السحر على الساحر زي ما بيقولوا. أنا ما بحضرش أرواح يا ست الستات، أنا بحضر خادم، والخادم بيشكل زي ما أنت عاوز تشوفيه. الخادم شفاف أثيري زي ما أنت عاوز تشوفيه حيكون. وانت شفتيه ابو ياسين. امال مين اللي جالي عند العربيه وفتح الباب؟ ده خيالك يا ست الستات في حاله اذا ما اذا ايه؟ ان ابو ياسين يكون مات فعلا. بس أنا متأكدة إن هو مات. ما قلتلك ده خيالك. لا 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 لا، ده مش خيال، ده الروح اللي أنت حضرتها. مادام ده اللي هيريحك يا ست الستات، يبقى هو أنا فعلا اللي حضرت الروح اللي أنت شفتيها. يبقى تصرفها زي ما حضرتها تصرفها. يا إما والله العظيم ما هتشوف وشي ولا هكون لك يا شمس. وانت يا جرمين متصورة انك تقدر تبعد عني؟ انت ليا وانا ليكي، مش بإرادتي ولا حتى بإرادتي. ما خلاص اللي كان كان وترامى تحت سقف البحر، عودة وانعقدت ربطة واتربطت واتختمت بنجمة الشيطان. نجمة الشيطان؟ أيوة، بس قالي عليها حبيبك القديم وهو يقولك عليها. بطلت بحلق في النجمة دي يا معتز، ليكون عليها سحر ولا نيلة يلخبطنا اكتر ما احنا متلخبطين. بقولك انت لازم تروح تعمل العملية. عملية ولا اتنين مش مهم، المهم نخلص. بالك دي لو كان حرق ولا وهمة ما كانش فيه مشكلة، المصيبة بقى يكون عليها سحر ولا يكون عمل بيجيب الجن. ولا انا يا سندس لما بشيل العلامة الجن هيتوه؟ انا عارفة بقى، انا معرفش، عامل العملية وخلاص، بعد كده نبقى نشوف. انت مش قادر تفتكر خالص اي حاجة حصلت لك في الاربعين يوم اللي تهت فيهم؟ مش قادر افتكر اي حاجة خالص. حاضر. في معتز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معتز؟ ملك يا معتز؟ معتز؟ ملك يا معتز؟ شيماء! شيماء! يا شيماء! 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 انت يا بني آدمة! جرمين ما تفتحيش الباب وانت كده. قولي حبيبتي البسي، انا شيماء اصلي بعتها مشوار. مالك يا جرمين؟ هو مين على الباب؟
صباح الخير. انت مين؟ امجد زهران. مدام جرمين موجودة؟ انت مين يا ابني وعاوز ايه؟ تعرفها منين؟ انا كنت جوزها وياسين ابني. جعان يا بنت. عمرك ما شفت النسوان؟ بصراحة بالطعام والجمال وسخونة البطاطا اللي بتلسع يبقى ما شفتش. يا راجل ده احنا في عز الحر وبنشر عرق. بشربات مش عرق. برفان والدلق. ايوه اتبر. وده عيب الجوازة دي بقى. اتبر. ايه؟ كنت ارميه؟ لا اسربيه. اسربه هو قطة. بس. انت راجل مسخره. امال بتعمل ايه تحت القبة يا سيادة النايب؟ بحش جاشر اسد. واحده نيره كمان. لما انت اسد حاطط نيرك من نقر الواد ليه؟ بقول لك ايه، عايزه اروح الساحل. وانت ايه؟ انت مش بعيش طلبات؟ لا أنا قبلت إن الجوازة تبقى أرضيحي، بس عند الساحل ولا؟ أما عايز فلوس عشان أنزل أقعد على الكافيه والنبي يا أما. أنت يا ابني أنت مش تخبط وأنت داخل؟ إيه ده وأنا داخل باب حمام؟ أنا داخل أخد فلوس من أمي. جرى إيه يا مشمشتي؟ الله إديله فلوس خليه يقعد على الكافيه. حسبي حسبي. باشا. ها. الراجل بتاعك هيجي إمتى؟ حاضرين وجاهزين يا باشا. طيب اديله العنوان بس يجي لوحده. حاضر يا باشا. السلام عليكم. عايز كام؟ اديني 100 جنيه. خلاص خليه قاعد بلاش ينزل. حاضر. ميتين جنيه عم تاخدهم وتطلع الكافيه اللي في القناطر. كافيه ايه كده؟ يلا سنكيس. ماشي يا ولد. راسع من تراب الدود من نار بهرد وبوس ويوس وإيل وقسم الآمن وبطش المتحكم بوحوش الفلا وعصف الريح وحبوب النواء وحق النون بعد الكاف. الحضور الحضور أحرق العاصي من دخل دماء حواء بنت حواء. سمية بنت هدى سمية بنت هدى. من جاء للدماء بالهجر والفراق بين المرء وزوجه. أخرجوه أخرجوه. العجل العجل الساعة الساعة. العجل العجل الساعة الساعة.
الحمد لله على سلامتك يا سامية هانم. الله يسلمك. الحمد لله على سلامة الهانم يا باشا. كده خلاص يا شيخ؟ خلاص. سامية هانم سوف تفوح منها روائح المسك والياسمين، وسوف ينتهي الصد ويختفي الجزر ويبدأ المد والمدد، مدد مدد مدد، ولسوف ترى في وجهها القمر وتستشعر في جسدها دفء الشمس. هو إيه اللي كان حصل بالظبط؟ أبداً، واحدة حية عدو الهانم كانت عاوزة تأذيها. صح يا شيخ شمس، مفيش غيرها. ما تقوليش اسمها، أنا عارف اسمها، وعارف كمان اللي عمل لها العمل السفلي الملعون، وعارف اسم الجن اللي بعتوه علشان يدخل في دمك مع المشروب اللي شربتيه. أيوة، في حفلة الكوكتيل. أنا قلتلك في حاجة مش مريحاني في الحفلة دي. ليه يا شيخ شمس الدم الكتير اللي خرج من صباع الهانم ده؟ لأن يا باشا الجن اللي دخل في دم الهانم دخل مع قبيلته، لكن بعون الله أنا جبت له جبابرة وعتاه يطردوه منها طرد. خلاص يا باشا، كله تمام، وقت سعادتك أثمن من إن أضيعه. طيب استناني دقيقة يا شيخ شمس. أمر سعادتك. أيوة. عملت يا مولاي أنا؟ خلصت ولا لسه؟ مش وقته يا سيدي، مش وقته، مش وقته. رقمك كم يا شيخ شمس؟ عشان هعوزك كتير بعد كده. ازيك يا طارق؟ اهلا. ازيك يا معتز بيه؟ الف مبروك على الجواز. الله يبارك فيك، اتفضل. مؤيمن، شوفي طارق بيشرب ايه. اؤمر يا طارق بيه. ازيك يا مؤيمن؟ تسلم وتعيش يا بيه. قهوه زياده. حاضر. حضرتك عايز حاجه؟ اه هاتيلي قهوه. حاضر. هي كانت عايزاك عشان خاطر تشتغل؟ اه يمكن. ايه مالك مستغرب ليه؟ لا عادي يعني، بس الشغالات دول اصلهم محدش بيلاقيهم، تقوم هي تلف عليا وتفوت عشان خاطر تيجي تشتغل عند حضرتك بالذات. يعني يمكن عشان تعرفني من ايام ما كنت بروح الهلال. لا يا، الحقيقه عندها حق. يعني اذا ما كانتش هتشتغل عند معتز بيه تشتغل عندنا مثلا؟ ده انا نفسي اشتغل عندك قوي. ماشي. المهم ايه الموضوع اللي انت عايزني عشانه؟ ماشي. اتفرج على اللي في الفلاشة دي يا معتز بيه. ايه الفلاشة دي؟ عند حضرتك لابتوب؟ عندي اه، بس بسألك ايه اللي على الفلاشة دي؟ اصل الحكاية. حكاية ايه؟ اصل حكايتك يا معتز بيه. انا النهاردة جايب لك الفلاشة دي على مسؤوليتي الشخصية، وانا لأول مرة في حياتي بخالف القانون وبخالف قسم مهنتي كظابط لقيمة انسانية اكبر، أخ وأستاذ خدمت معاه واتعلمت منه.